يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله من جديد. معنا اليوم سرور روقي. يا هلا فيك. حياك الله يا سرور. بالله ممكن اسال سؤال كذا قبل اي شيء؟ تفضل. بتدشن شيء خلال الايام الجايه؟ على حسب المقدم اللي قالها، انا حاسبها في راسي فشفت ان الوقت ضيق فلا. ما ولا كان عندك نيه يعني؟ بس بفهمك شيء حقيقه؟ ايه كانت في نيه. ايه بفهمك شيء سرور. احنا عتبنا مو بانه احنا يجونك بعض المتسابقين يقول طيب انتوا قلتوا لنا دشنوا، انتوا قلتوا لنا اشتغلوا. احنا مو بعتبنا على الشغل، بالعكس احنا نحب الشيء هذا، بس مو مثلا عندك تدشين بعد ثلاث ساعات تجي تروح الاداء تقول لهم يلا ابغى غراض. لا 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 طبعا اكيد. لا لا انا اقول لك الكلام ده من قبل اسبوعين وانا موقف. الميزه اللي عند سرور انه في تنظيم عالي جدا جدا جدا. الله يسلمك. وهالتنظيم المسناه في الليله النجديه والمسناه في بعض اعمالك، ايش السر في هذا يا سرور؟ هذا اتفق مع الجمهور كذلك. جميل. اول شيء اشكرك يا ابو شوق ويا ياسر حبيبي على هذه الفقرة الجديدة اللي أضفتوها على بروفايلك. أقول لك أنا حاجة، أنا التنظيم عندي زي ما قلت أنا جدا أهتم في التنظيم للأمانة. أحب أني أنا زي ما تقول يا أنا تطلع صح يا بلاش منها، لذلك أني أنا عادة أحاول أن أمشي بالخطوات وأدرسها أول بأول، كل خطوة بوقتها. ما تشوف هذا الشيء مناسب للبرامج التلفزيونية مو مناسب للتلفزيون الواقع؟ لا صح. يعني مثلا سرور، مثلا معلش خليني اتكلم. لا لا انت داخل في عندك تسع مثلا تسع نظارات، 15 شماغ، مرتب كل شيء، عندك ملف كاتب فيه اشياء بالضبط. تحس هذه الاشياء مناسبه للبرامج التلفزيونيه والحواريه اكثر من مناسبتها البرنامج الواقع اللي يعتمد على العفويه يعني. جميل. انت يا سرور هالترتيب هل تعتقد انه ظلمك شوي من ناحيه اظهار الواقعيه ولا لا؟ لا ابدا. انا بقول لك حاجه يا ابو شوق، اول شيء ذكرت ال 15 شماغ وهذه كلها اساسا سواء انا قدمتها ولا ما تطلع على الواقع. يعني وجود تسع نظارات هو يوصف شخصيتك بشكل عام. انا اصف إيه أنا التنظيم وصل حتى الهندامك الرائع جدا في البرنامج. انا بقول لك انا يهمني هذا الشيء جدا، فمن طبيعتي يعني انا اقول لك يعني من صرت اهتم في نفسي انا اكثر بعد اهتمام الوالده كذا صرت انا اهتم في اشياء دقيقه جدا. احيانا اقول لك انا مثلا وانت بكرامه الجزمه اللي جيت عند الباب انا وشفتها واحده مايله كذا بشقتي يعني لازم اني اعدلها قبل ادخل. طيب يعني ما احب الشيء العشوائي. سرور وش تعتقد ابرز ايجابيه اتفق الجمهور فيها عنك قبل نقولها؟ يعني اتفق الجمهور فيني انا خلال البرنامج ولا خلال قبل البرنامج؟ خلال البرنامج يعني ما لا اقول خلال البرنامج انا ماني مطلع للامانه. تتوقع لا ما راح يحاسبك لا لا والله مو بعشان جوال وانا اقول وانا بشهد ان سرور من اقل الناس اطلاعا. لا لا مش اقل، لا انا ما اطلع نهائيا نهائيا. انا شهادتي اللي اوصلها اقل، انت نهائيا هذه ما عندك. لا لا والله انا اقول لك طيب. والله وش تعتقد الايجابيه؟ انا ما اطلع على الجوال. وش تعتقد الايجابيه؟ كيف؟ وش تعتقد الايجابيه اللي اتفق فيها الجمهور؟ وش تحس انك سويت شيء يعني؟ تحس ان الناس تقول انا اقول لك اللي ممكن اعتقد انها بتكون اذا 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 الجمهور انصف انه انا مثل ما دخلت ما زلت الى الان على واقعيتي وشخصيتي. ايش رايك ياسر؟ انه ما اثر علي اي شيء. جميل، هذا راي عام لكن انا اقول لك ايش اللي قالوه، انا بقول لك اللي حافظه يعني. طيب انت اكيد انت بتاخذون الاطلاع. عطني يا ياسر عشان الوقت. باختصار الايجابيه اللي تكررت في سرور انه شخص مثل ما قال منظم جدا جدا ومحترف في الاشياء اللي يقدمها في البرنامج. جميل. يعني اذا جاي يقدم شيء يقدمه باحترافيه. جميل. رقم اثنين انه ما شاء الله تبارك الرحمن يملك كاريزما اعلاميه عاليه جدا جدا جدا. شكرا لك. هذا اتفق عليه. لا تقول لي انا قلت للجمهور. شكرا لك. قاعد انقل لك الثالثه. يمكن انه من بيت الثالثه. رقم ثلاثه واعتبرها انا ايجابيه انا جميله جدا انك تمتلك حس القائد في البرنامج، وهذه اتوقع روح القياده قليل من يقدر يملكها. طيب سرور سم. هل في موقف صعب غير موقف الجوهره مر عليك في البرنامج؟ موقف صعب ممكن ايه تقدر تقوله؟ بقوله بس انه بشكل عام. طيب عطني التايتل. ممكن تعامل داخل البرنامج الارنب. التعامل داخل البرنامج تقصد إيه؟ مع الجميع. مع الجميع كان صعب شوي تقريبا. ايه الصعوبه كانت من جهتك ولا من جهه الناس ولا جهه تنوعهم؟ لا يمكن اقدر اقول لك مو بجهه التنوع، جهه انه مو ما في استيعاب ان هذا الشخص هذا هو.
جميل، كل الناس تبغاك على كيفها. بالضبط، يعني الناس تحاول انها تغير مثلا من شخصيه سرور، سواء كان داخله يعني مو مصدق الناس مثلا سرور لابس شماغ، حتى من اخواننا اللي موجودين هنا اللي اخواننا المتسابقين، انه مو معقول ان انت تلبس تسوي تفعل. فهذه الاشياء طبعا انا اشوف انها صعبه، لكن بالاخير تقبلوها. السلبيات بشكل سريع، السلبيات هي في سلبيه واحده اللي هي اتفق عليها الجميع، اللي هي انك بخيل جدا في صوتك. انا اتفق معهم بعد، ممكن استراتيجيه. طيب خلينا نكسر هذه السلبيه ونقول الحين يلا عطم ايش تبغى صوتك ايش تبغى منك كمان صوتي يلا الوقت اي شيء يقول اللي تبي. شوف شماغ احمر شماغ احمر هذا. طيب اوكي لازم اصير مميز. انا شفتكم لازم باقي دقيقتين يا صغور وعندي سؤالين. بقول لها يا رقيق المشاعر وين راح الحنان، ليه ما شلت قلب طاح قدام عينك الزمن وزمانك والمكان المكان واخر الشعر كلمة تسألك عنك وينك. أبسألك عنك وينك بعد البرنامج يا سرور؟ بعد البرنامج؟ نعم بكون موجود. وين؟ إعلامياً خليها بعد البرنامج. إعلامياً حتكون موجود؟ إن شاء الله. تعرف اللي قال لك ماك شغل بس بلفة. طيب سرور في منتج بدشنا أنت في البرنامج؟ منتج دشن هو فيه منتج، لكن داخل البرنامج لأني قد دخلت مع واحد في مواضيع، فعشان كذا أعطيته كلمة. رسالة ياسر قالوا عنك ناصر الحربي يوجه لك رسالة ويقول حيران. القائد الخفي يغرد خارج السرب بتميزه ورزانته وقوة شخصيته، لا يرضى بالقليل ولا يقتنع إلا بالإلمام على كل التفاصيل، بإمكانه تقديم أكثر، ولكن ما الذي يمنعه؟ حاط استفهام. ما هي الحواجز التي وقفت أمام الكثير مما لديه؟ استفهام. هو يعرف الجواب وقد يكشف المزيد من إبداعاتها، ولكن بعد البرنامج. طار عنده فاهم مش الاستراتيجية. سرور صحيح عجبني فيك أنه الجميع اتفق أنه رزانتك هذه ولبسك وكذا شيء يخالف الواقعية. أعجبني فيك إصرارك على فكرتك. عناد ولا قوة شخصية؟ لا واقعيه واقعيه واقعيه. هذا واقعيتك؟ هذه واقعيه. طيب سرور في اللعب ما شاء الله تبارك الله تدشين عبد الله يلعب كذا انه. طيب سرور رساله اخيره توجهها، توجهها لمن وش تقول له؟ رساله اخيره. هذه الاسئله المعتاده على طول دائما تقولون للشباب عشان ما حضرت مره. طيب انا كان عشان نجهز بس. طيب انا اوجه رساله لكل محب لسرور، كل متابع لسرور، أنتم كنتوا اللي خلفي، دعمتوني بكل شيء. أنا أخص الدعم اللي ما شاء الله تبارك الله شغالين منظم جدا محتمل. منظمين جدا، فإذا كان في تنظيم من عندي فهو من بعدهم بعد الله. أوجه لكل شخص أنه ما عجبته شخصية سرور، شاف أنها مثلا ما تتناسب معه، أنا أعتذر منك. موجود 22 متسابق يحق لك تشجع وتدعم من تبغى. أنا أظل أحترمك وأنت تعتبر بالنسبة لي مشاهد محترم وأحترم كل شيء أنت توصل لي. سرور يعطيك العافية. الله يعافيك. كان ودي أسألك عن السبب اللي ما خلى بينك وبين بروفايلك مواجهات كثير، وأنا عندي سر لهذا السبب، لكن الوقت داهمنا. المقطع الثاني للنجم الخلوق فواز الشمري، شوفوا ونرجع لكم.